لو انت عندك 40 سنة، الفيديو ده للأسف ليك. احنا بنعيش دلوقتي في زمن الحظر، اللي هو الكورونا والفيروس، واغسل ايديك واغسل رجليك وعقم ايديك. 40 سنة يعني انت مريت تقريبا بحاجات كتير جدا في الحياة صعبة. احنا جيل الظلام بجد، يعني الجيل بتاعنا اللي هو الـ40 ده عاش مراحل تعليم. مثلا تعليم، اقول لك احنا خدنا 5 و6، احنا خدنا التحسين او لا، احنا خدنا كل تجارب التعليم الناجحة او الفاشلة كانت فينا احنا، يعني تقريبا احنا البداية، وهو الجيل اللي طلع بقى ايه وعاش التجارب بقى الباقي كلها بنفس الكونسبت. المرحلة اللي بعد كده او الجزء التاني اللي احنا عشناه برضو الجزء علاقة بالامن، احنا عشنا مرحلة ارهاب، يعني الجيل الجديد كله ما عشاش، ما شافهاش، ما سمعش عنها. انت الارهاب اللي بتسمعه دلوقتي في سينا، يقول لك بنحارب الارهاب وبتاع، والناس اللي متضايقه وتقول لك هو احنا بنحارب الارهاب في سينا بتاع يا جماعه؟ هو ده ارهاب؟ هو ده ارهاب؟ ده كان في يعني في الجيل بتاعنا كده الجميل، لما كنا بنسمع عن انفجار في وسط البلد، محاوله اغتيال حسن الالفي، محاوله في اغتيالات قدام المتحف المصري، معبد حتشبسوت، انفجار في دهب، انفجار في طابة، انفجار في شرم الشيخ. ده كان مستوى الإرهاب اللي كنا بنعيشه، يعني ده كان الليفل اللي كنا بنعيشه، والليفل ده كان يعني حاجات كده، يعني كنت بتمشي في الشارع عندك خوف إن ممكن يحصل انفجار في أي وقت. ده كان الجيل بتاعنا. الجيل بتاعنا برضو من ضمن الحاجات اللي علاقة بالإرهاب كان طفلة اسمها شيماء، كانت توفت في انفجار حصل في موكب، مش فاكر مين يعني، المهم كانت في جنب مدرسه، ففي طفله اسمها شيماء توفت، فاتعمل لها اغنيه واتعمل لها حاجات، وكانت في عيد الشرطه بيتم احياء ذكرها وبتاع. الجيل بتاعنا عاش تجربه من التجارب المريره، وهي تجربه حرب الخليج، وتفاصيل بقى حرب الخليج بكل ما فيها من معاني، وازاي ان العراق ضربت الكويت، وانه الدول العربيه هتدخل في الحرب، وساعتها اهالينا ما نزلوناش وقال لك ما تخرجش لانه في حرب وفي مشكله ومصر مشاركه، فاحنا الله اعلم هنعمل ايه. وعشنا تجربه حرب الخليج. بعد شويه عشنا تجربه يعني برضو ما تقلش اهميه خالص عن كل اللي فات، هي تجربه صعبه شويه، هي تجربه العمله بقى. هي تجربه العمله، احنا عشنا تقريبا فكرة تطور العملة وتطور ارتفاع الأسعار في مصر بسرعة مهولية، بسرعة كبيرة جدا. يعني الجيل اللي قبلنا قعد، الجيل اللي قبلنا قعد فترة طويلة جدا بيتكلم في زاوية واحدة بس، زاوية إنه الحاجة كانت مثلا ب 10 صاغ اللي هي 10 قروش يعني، وقعدوا سنين طويلة عشان تبقى ب 11 قرش او ب 12 قرش، وقعدوا سنين طويلة عشان تبقى بربع جنيه، وقعدوا. انما احنا لا، ما عشناش التجربة دي، احنا عشنا تجربة غريبة شوية. عشنا تجربة سنة عصير القصب ب 10 ساج، السنة اللي بعدها عصير القصب بربع جنيه، السنة اللي بعدها على طول عصير القصب بنص جنيه، السنة اللي بعدها على طول عصير القصب ب 2 جنيه. يعني ده اللي احنا عشناه. عشنا تجربة ان الجرنان كان بربع جنيه، وبعدين الجرنان بقى بنص جنيه، وبعد كده الجرنان بقى ب 75 قرش، وبعد كده الجرنان ما اعرفش دلوقتي بكام، ما بشتريش جرايد، بيبقى كله اونلاين يعني. وبعدين التجارب دي بقى عشناها حتى في العربيات، يعني احنا كان السنه مثلا في سنه من السنين افتكر كان في عربيه، لو انت معاك 50 أو 60 ألف جنيه كنت ممكن تجيب عربيه زيرو حلوه جدا وعربيه كويسه قوي. سنه او سنتين بقى لو انت معاك 50 ألف جنيه مش هيجيب لك حاجه، فلازم يكون معاك 70 ألف جنيه عشان تبدا تجيب عربيه. بعد كده بقينا 90 ألف جنيه، وبعد كده بقينا 100 ألف جنيه، وبعد كده بقى في رقم اسمه 150 ألف جنيه، ده بقى الافرج بتاع بيع العربيات العاديه، يعني تجيب عربيه. النهارده انت 150 الف جنيه لو جابت لك عربيه مستعمله وحشه، يبقى ده انت كده يعني عملت حاجه كويسه. النهارده انت بتبدا تتكلم من 500 الف جنيه تبدا تجيب عربيه كويسه، اقل من كده انت ايه يعني بتخبط وبتشوف هتجيب ايه. الجيل بتاعنا عاش برضو تجربه من التجارب العظيمه جدا، اللي هي تجربه الزلزال. الناس اللي بتسمع عن الزلزال، اللي هو يقول لك إيه انت شفت الزلزال، او انت سنه، انت مواليد سنه كام مثلا، فانت مواليد سنه كام، فمثلا يقول لك إيه مواليد سنه مثلا ايه 94 95 96، اللي بشوفهم دول يعني بيصعبوا عليا، بس يعني اتولدوا كده مش ذنبهم. تري ما اعرفش حاجه عن زلزال،
فلما اجي اقول له يعني ايه زلزال؟ لا، الزلزال ما كانش مجرد يوم وخلص، ده الزلزال ده قعدنا فيه فترة طويلة، قعدنا فيه زمن، قعدنا فيه فكرة ان في بيوت وقعت وان في ناس مش لاقية تقعد فين، وبعدوا يعملوا لهم مساكن زي مساكن الزلزال اللي كانت منتشرة في مصر يعني في اكتر من مكان، بس اشهرها كانت المقطم يعني، وكانت في اماكن تانية كتير، بس يعني دي الاماكن الحاضرة دلوقتي في دماغي. كان في قصة جامدة جدا ساعة الزلزال، لو ناس كتير جدا من اللي بيتفرجوا عليا في السن ده هيفهموها أو هيفتكروها، هي قصة أكثم. أكثم ده كان شخص عايش تحت الأنقاض لمدة أسبوعين في عمارة في مدينة نصر، وقعد وقعد أسبوعين وكان بيتغذى للأسف يعني، أو يعني ربنا طبعا كان يكون في عونه ساعتها، كان بيتغذى على البول بتاعه في شرب، إنه كان بيشرب فكان بيتغذى على البول بتاعه. كان ساعتها المصدر بتاعنا هو تلفزيون مصري مفيش غيره يعني، هو انت اكثم ده طلع فقنوات او القناه اللي هو القنوات المحليه يعني عملت معاه لقاء، وهو ده اللي ساعتها ايه كسر الدنيا. برضو من الحاجات اللي عشناها كتجربه جيل برضو غريبه جدا، هي تجربه ظهور منتجات واختفاء منتجات على طول. يعني احنا كنا يعني احنا ما عندناش منتج له ذكرى خاصة بينا يعني، هي فترة اللي هي بص من الآخر كده، مواليد من أول مثلا 75 لحد 79 أو 80، المواليد اللي في الفترة دي ما لهمش منتج بتاعهم، ما لهمش منتج مربوط بيهم يعني. ما ينفعش أقول لك يعني مثلا أقول لك إيه التمانينات ده يقول لك مواليد الشمعدان، الستينات والخمسينات دول اللي هم كانوا يعني يعتبروا الثورة بتاعت 52، احنا ما مش فاهم يعني، احنا من 75 لحد 80 لأول 80 انت مش فاهم انت يعني انت مواليد ايه؟ وبعدين انت حتى نصر اكتوبر انت ما حسيتش بيه، لان الجيل بتاعك او الجيل اللي هو يعني انت اتولدت في الوقت اللي كان الجيل الشباب في الوقت ده اللي هو والدي ووالدتك والكلام ده كله في الوقت ده يعني، كان كله مسافر الخليج، وكان كله بيحاول يعمل اي فلوس في الخليج، لانه ما كانش في اي استثمار في مصر بيحصل، لانه كانت مصر خارجه من الحرب والدنيا مش لطيفه، وكان اي شاب عايز يعني يكون نفسه كان بيسافر بره. فالحقيقه احنا الجيل بتاعنا اتظلم جدا. يمكن لو انا مش فاكر كل التفاصيل اكتبوا لي في التعليقات تحت حاجات تفكرنا ببعض، وفي الفيديو اللي بعده على طول هنتكلم عن بقيه التفاصيل دي لانها كتيره جدا. الفيديو ده بس كده بشكل سريع، انما الفيديو الجاي هنحكي بالتفصيل الممل عن المظالم كل واحدة. شكرا.